ايرلندا والنرويج واسبانيا سوف تعترف بفلسطين بشكل رسمي غدا، وهذا القرار المشترك يعكس تصميمنا الثلاثة على القيام بتحول في النموذج. إن المجتمع الدولي ومنه الاتحاد الأوروبي يتحدث منذ فترة عن حل الدولتين بناء على حدود 67، ولكن ثمة تجزأ في هذا القرار. ونعتقد أنه إذا لم نغير مقاربتنا فلن نبلغ ذلك. البعض اعتبر أن هذا القرار بالاعتراف بدولة فلسطين على أنه خطوة لفرض نتيجة على هذا النموذج، وبعضه سماه لمكافأة للإرهاب، وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. لقد اعترفنا بدولة إسرائيل ودولة فلسطين بالضبط لأننا نريد أن نرى مستقبلا لعلاقات مطبعة بين الشعبين، وحين والمفاوضات بين دولتين سيادتين على قدم من المساواة هو آلية للوصول إلى حل دائم بناء على مقاييس دولية، حيث الاحتلال والإرهاب ونزع الممتلكات والنزوح ليس لهم مجال، لأنه سيتم استبدالهم بإطار سياسي سوف تحقق الأطراف فيها غاياتها السياسية، حيث التطرف لا وجود له، أو الأصوات المعتدلة السياسية التي تريد القيام بتنازلات سياسية وإعطاء شعبها الأمن والسلام والاستقرار يتم دعمها. ليس بإمكاني أن يكون من حل عسكري لهذا النزاع، وأكرر أنه ليس من مجموعة تستعمل الإرهاب أو العنف لن تستطيع إلغاء دولة إسرائيل ولا دولة فلسطين كفكرة أو كواقع على الأرض. لن ينجحوا ولن تنجح. وأنا أدين عنف البارحة، الصواريخ التي تم إطلاقها على تل أبيب والهجمات البغيضة على مخيم رفح في المساء الماضي، حيث الأطفال الأبرياء والمدنيين الأبرياء تم قتلهم، ومجددا في انتهاك لمحكمة العدل الدولية وحكمها لإسرائيل لوقف العملية في رفح. إن اعترافنا بالدولتين هو رسالة لأن فلسطين وإسرائيل في مستقبل لحق تقرير مصيرهما ولأن يكون لهما دولة وكرامة هو وحده دائم ومستدام، وأيضا ذلك تبعا لمقاييس لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وهو أحد أوجه متعددية الأطراف وليس أحادية الأطراف. وأن اعترافنا من شأنه أن يساهم بتحقيق خطوات لا عودة عنها لتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين وحل الدولتين. كان لنا اجتماع ممتاز مع أكثر من 14 شريكا أوروبيا وسواهم للتحدث حول هذه النقطة، ولقد ركزنا على التعاون في المنطقة وأيضا مبادئ الرؤية العربية ووضع حد للحرب الوحشية وغزة وخطوات ملموسة نحو إرساء دولة فلسطينية. نحن الآن سوف نذهب إلى مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي حيث سنخوض في التفاصيل، ورؤيتي هي أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقف خلف هذه الخطة الإقليمية، ويجب أن يدعم السلطة الفلسطينية وخطتها الإصلاحية التي تحدثنا فيها مع رئيس الوزراء الفلسطيني. وأيضا أعتقد أن ذلك يؤمن سبيلا للحكم الرشيدة من قبل السلطة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية. وكلاعبين أساسيين أن النرويج وأيرلندا وإسبانيا دائما سوف تسعى إلى توظيف الدبلوماسية بدلا من العنف، ألما بدلا من اليأس، والتعاون بدلا من الإقصاء. ولذلك الدول الثلاثة دعمت خطة السلام الأوكرانية، وأيضا ذلك السبب لماذا ندعم خطة أو رؤية السلام العربية، وسوف نستمر مع الشركاء جميعهم لهذا الهدف.